متعودين نتلم كل رمضان على سفرة واحدة. يمكن تكون اللمة هي سر فرحتنا، أو يمكن تكون بركات الشهر نفسه هي السبب. ظروف مختلفة بنمر بيها، بس المؤكد إن كل أسرة هتقرب لبعض أكتر. لازم نقدر وجودنا مع بعض والذكريات الحلوة اللي بنعيشها، عشان لما نتخطى المحنة مش هنفتكر منها غير الحاجات اللي رسمت ابتسامة على وشوشنا. ومن هنا حابب أقول لكم هتعدي. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب يكون شهر خير وبركة وسعادة عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. شادي مناع